انا زهقت بقى من نوم من المعامله دي. حبيبي هاتي التليفون ده شويه. انت قاعده عليه من بدري؟ لا هاتي. قلت لا يعني لا. لا هاتي انت قاعده عليه ياما. هاتي بدر يا ماما. نعم حبيبي من بدري قاعده على التليفون ومش مخلصه واجبها. يا حبيبه انت كتبتي واجبك بتاع الحصه اللي فاتت؟ إيه؟ كتبتي واجبك؟ مش فاكره. مش فاكره؟ طب هاتي التليفون اللي انت قاعده عليه. لا اوعي ايدي. قومي اقعدي على مذاكرتك. يلا قومي. يلا روحي على مذاكرتك. خد يا زياد. يلا اقعد انت. يلا شكرا يا مام. طيب بس يا يحيى تعالي العب معايا. اسكت يا يحيى خليني اكتب الواجب. لا اسكت بقى انا فرحانه. ايه في ايه حبيبي؟ ايه يا حبيبي عملتي له ايه؟ ما عملتلوش حاجه. ماما قالت انا قاعد بيضايقني من البالونه. بيضايقك من البالونه؟ هو بيلعب. عمل لك ايه هو عشان تعملي له كده تزعقي له ليه كده يا حبيبه؟ لسه صغير يا حبيبه. بيضايقني يا ماما. بيضايقك بيعمل لك ايه؟ انا مش عارفه انت بتحبيش اخوك الصغير ليه. يا ماما بحبه بس هو بيبرد عليا. معلش استحملي اخوك الصغير ما يعرفش هو لسه صغير. ماشي يلا خلصي عشان تغسلي المواعين عشان تقعدي لي ساعه في الواجب. لسه انا بكتب ياما. هتكتبي ياما ايه؟ خلاص انت كده خلصتي يا شيخه. اه خلاص كده مش هتضربني يا ماما. لا انت كده انت عماله بتلعبي. كل ده عماله بتلعبي. قومي يلا قومي يلا اغسلي المواعين ورجعي كملي مذاكرتك. يلا قومي اغسلي المواعين. يلا يلا المواعين. حبيبة عايزة أشرب. حاضر يا ندى. ندى ما تيجي تغسلي المواعين بدالي. لا أنا ماشي. أنا خلاص. أنا عايزة أهو. الله يا ندى ممكن نلعب معاكي بدبدوب؟ لا بدبدوبي أنا. بس ماما جايبه لنا إحنا اللي. لا يلا هاتي المكنسه. يلا وكنسي. يلا يلا كنسي الشقه. يلا ان احنا نتحكم في الناس. انا سجلت الرقم انا هتصل واجيب. الو انا عايزه واحد من الريموتات السحريه اللي انتوا كنتوا عارضينها. ماشي اهو الريموت ده. زياد روح جيب المخدة دي. حاضر.
خلينا نتحكم فيهم. ندى روحي جيبي لي الكتاب ده واعملي وجبي. القلم هنا، هاتي العروسه. اثبت. روح هات لي التليفون من ماما وقولي قولها عايزه العب عليه شويه. حاضر. يا ماما. نعم. عايز تليفوني العب عليه شويه. خد المكنسة يلا واكنس السقف. تعالى يا اخي اقعد هنا ساكت مؤدب. ايوه كده اتعلموا الادب كلكم. الريموت ده ايه؟ جالي ماده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه ولا زياده انت بتعمل ايه؟ بتعملي ايه يا ندى؟ يا بنتي يا حبيبه. يا خبر ماما جت اما فك السحر. ايه ده؟ ده انا ايه اللي بعمله ده؟ بكتب واجب حبيبي بقى ليه؟ انا مالي؟ انا كنت بدل حبيبي كده ليه؟ ايه ده؟ هي العيال اتجننت ولا ايه؟ انا مالي؟ يلا بقى المشغل يلا يلا ندى اعملي وجبي. زياد اكنس يحيى يقعد مكان. احلى حاجه الريموت ده. زياد اكنس حلو يا زياد. ندى ما تسيبيش فسفوسه في الواد. ماما يا ماما. نعم يا هي. عايزه اقول لك على حاجه. قولي يا حبيبي. حبيبة معاها الجهاز وبتتحكم في اخواتي. ازاي يا معاها الجهاز عليه وتتحكم فيه. عشان كده العيال لقياهم بيعملوا حاجات غريبة. تعال اما نشوف الجهاز ده ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده البنت بتكتب مكان حبيبة وورا بيكنس؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ يا حبيبه معاها ايه؟ معاها جهاز؟ هو ده الريموت اللي بتقول عليه؟ تعالي. ايه ده؟ هاتي يا ماما. ايه ده؟ هاتي التليفون يا ماما. هاتي يا ماما. هاتي يا ماما. ايه؟ هاتي ايه يا ماما؟ ده ايه ده؟ ايه الجهاز ده جايباه لي انت؟ جبتيه منين؟ انا اشتريت الريموت ده عشان بيتحكم في الناس، عشان انتوا كنتوا مخليني اكنس واغسل المواعين واذاكر وبعمل كل حاجه وهم كانوا قاعدين بيلعبوا. طب دي اختك الصغيره وده اخوك الصغير، انت الكبيره. انت الكبيره المفروض تعملي معايا وتساعديني، اما يعني هطلب منهم هما وتخلي اخوك يكنس وتخلي اختك تكتب لك الواجب. استني يا ماما اخليهم ما يعملوش. هتعمل ايه؟ يا ماما ما يعملوش. وبعدين يا يحيى. ايه يا يحيى؟ خد ايه؟ هات ايه؟ رجع اخواتك زي ما كانوا. رجع اللي انت عملتيه معاكي. ايه ده؟ ده انا رجعت اكتب الواجب ليه؟ ايه ده؟ انا رجعت اكنس تاني ليه؟ هاتي بقى الريموت ده. يا ماما يا ماما انا عايزه العب بالتليفون. كلكم متعاقبين وكلكم بعد كده هتساعدوني في شغل البيت، مش حبيبه بس اللي هتعمل. يلا خلصي واجبك. وانتي انتي قومي قومي اتنسي. قومي يلا قومي اتنسي. يلا وانت عايزه تعملي ايه؟ تعالى مذاكرتك. فين البالونه اللي كنتوا بتلعبوا بيها؟ يلا انت العب بيها يا يحيى. بقيت البالونه والعب بيها يا يحيى. يلا اكنسي. تعالي اكنسي هنا. اكنسي عادل. ايه ده يا حبيبي؟